العلماء يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، والمقصود بذلك الكافر الأصلي الذي ثبت كفره قطعي كاليهود والنصارى. فالذي لا يكفر هؤلاء ولو على سبيل العموم والكلام النظري، وإن كانوا من حيث الأصل كفارا، أن من لم يكفرهم يستلزم من هذا أنه يكذب القرآن والسنة. فجاء بعض الناس وأطلقوا هذه القاعدة وعمموها وصاروا يقررون أن من لم يكفر المسلم الجاهل إذا وقع فيما يستوجب الكفر أنه هو أيضا كافر، حتى الذي يعتقد العذر بالجهل كفروه. وهذا غلو وشطط يلزم منه تكفير عامة علماء الأمة، لأن أكثر علماء الإسلام كما ذكرت آنفا يرون أن الجاهل معذور بجهله، لا يحكم على المسلم بالكفر إذا وقع فيه وكان جاهلا إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا أصل.